بالضبط ما كان نوع دروعها وما كان نوع سيوفها والعدة إلى آخره وما بقي منها من الجيوش، ومعركة بيريوس التي خسر فيها بعد أن انتصر كل ما له إلى آخره. ولحد الآن نحن نقول انتصر فلان انتصار بيريوس، لأنه خاب انتصر ولكنه خسر كل شيء. لماذا؟ معركة القادسية ومعركة اليرموك لا نظهر بشيء في المعركة العسكري العلمي والمواقع الى اخره. نعرف ان سعد بن ابي وقاص وهذا اسطوره حتمه قد تمنى، كان مريضا وكان ينظر الى المعركه من خلال من اعالي البنايه التي كان يسكنها، واذا به تذكر احد الشجعان من الفرسان الذي كان يعرض ويسر وقيل له انه لو حرر هذا الرجل لبعض الدقائق فذهب اليه حسب الاصول، ذهب اليه في زنزانته وقال له لو انتصرت فتعود الى زنزان، ولو استشهدت فان الله غفور رحيم وستكون شهيدا الى اخره. ويقال ان هذا الرجل الفارس هو الذي ربح المعركه لانه تفضل الى ما يسمى بلابوريتي، التحرك السريع للجيوش ضد جيوش كبيره. هذا الشيء الوحيد اللي عندي، لكن نوعيه الاسلحه هو نوعيه ابدا عندي. والسؤال الثاني والاهم، لماذا كل هذه المعارك التي غيرت نهائيا وجه تاريخ الكره الارضيه؟ لماذا لا يتكلم عنها المؤرخون الاعداء؟ هناك معركون طوفا تيوفراست سوفريوس موجود، نصوص موجود لا يقولون شيئا عن هذه المعارك ولا من هزمهم ولا اي جزئيه. هذا سؤال كبير، لا يوجد هناك مؤرخ غير عربي غير اسلامي تحدث عن القادسيه او تحدث عن مقتة او عن اليرموك او عن المعارك التي شهدت بدء الاسلام. ثاني سؤال مهم جدا، كيف يمكن لي ان اتصور ان بلادا كمصر دخلها العرب بعد 8 سنوات، احتلها العرب بعد سنوات من وفاه الرسول سنه 40 41، وارتكزوا فيها وتمركزوا فيها دون ان يكون له علم مسبق قديم بطريقة ريها وبطريقة جبايتها وبطبائع الناس فيها إلى آخره، كيف؟ وهذا من لم يذكر. فنحن يقال لنا ونستبهر في أن يقال لنا أن هذه تلك معجزة، ومعجزة أتاها أصحاب النبي بينها. نحن نعلم أن محمد رسول الله لا معجزة له البتة إلا القرآن، فكيف يكون لصحابته هذه المعجزة في أن يزلزلوا الأرض دون أن يكون له علم وخبرة قبل ذلك بكثير؟ إذا هناك احتمال في أن مشروع الإسلام قد بدأ من زمن بعيد، قد بدأ ربما من قصي، قد بدأ ربما من هوازن الذي كانوا يضربون ديارهم في شمال تركيا، ديار بكير لحد الان المدينه موجوده، ديار بكر وديار مضر بجانبها من احواز. لماذا قد امتهن تاريخنا حتى ان لا عمق له سوى ما نعترضنا في القران الكريم من اصحاب البروج مثلا، ودينواس الذي قتل المسيحيين في خندق ملتهب، قتل اصحاب الوقود النار ذات الوقود في سوره البروج كما تعرف. اذا كل ذلك يجب ان يذهب وان نفرق بين ما يؤمن به الناس من اساطير، ولا يقول شيئا اخر الا اساطير، وما يجب علينا ان نثبت بها اقدام التاريخ الاسلامي في ان ندرسه وفي ان لا نؤمن الا بما ندرسه. لماذا؟ نحن كما اظهرت تلك ذلك المصريه العظيمه رضوان عاشور
في وثائقها أنها وجدت في عصر الإسلام وثائق مهمة مكتوبة بالصداقات عقود الزواج والبيع والشراء، ولا نجد أي وثيقة فكرية أو فلسفية أو حديث أو حتى القرآن لا نجدها قبل القرن الثاني. لماذا؟ وإذا إذ نحن تأكدنا من ذلك لابد لنا أن نغير وجهة دراستنا تغييرا تاما حتى نكون قادرين على مخاطبة الناس الذين يتهموننا الآن بالعجز التاريخي التام. شكرا. الإشكال الذي طرحه الدكتور يوسف صديق هو إشكال جوهري يتعلق بأسلوبنا في القراءة ومنهجيتنا في فهم ما جرى فعلا. هل نعتمد النص الديني أم نبحث عن وثائق تاريخية لكي نستقرئها ونستلهمها ونستخرج منها ما ليس عقولا أو مصرحا به فيما نعتبره بين الزوجتين دينا خالصا؟ الكثير من المفكرين والباحثين اصطدموا بهذه العقبة الكأداء المتمثلة في أنه طوال 150 سنة الأولى من تاريخ الإسلام لا توجد شواهد تاريخية يمكن التعامل معها على أنها وثائق تاريخية. يوجد القرآن ثم وجد بعد 150 هجرية ما اعتبر حديثا وشرع في تدوينه، ثم وقع في الخلط الذي نعرفه، ثم جاء الذين قالوا إنهم أصحاب الصحاح وسيميزون بين الصحيح وغير الصحيح، وتبين فيما بعد أن في صلب الصحيح نفس الأمور لا يقبلها العقل ولا وتتعارض حتى مع القرآن إلى غير ذلك. فمن خلال هذه المنهجية في القراءة كيف نفهم إذن أن الإسلام قد توسعت خريطته وأصبح دولة أمبراطورية، وأن العرب الذين كانوا يسكنون في الجزيرة العربية قد تعاملوا مع أقوام أخرى ويتحدث عن قادة عسكريين أمثال عقبة بن نافع وأمثال موسى بن نصير الذين وصلوا إلى تونس السوس في المغرب وبلغوا أيضا حتى إلى الأندلس. يعني هذه الرواية الأرثوذكسية المتداولة في المدارس كيف يمكن التعامل معها من هذا المنظور العلمي الصارم؟ والله سؤال سيد سيمكننا من التحدث. ما قبل ذلك أشكو لكم لوعة صادفتنا منذ تقريبا سنة في تلفزيوننا التونسي في قناة مشهورة ربما ترونها في بلاد المغرب الأقصى نسمع نبهنا أهل هذه القناة بأن هذه الليلة ستكون مفاجأة كبيرة جدا ولابد أن ننتظرها وأن نؤهل لها وأن نلغي مواعيدنا حتى نراها في الأخير. وجلس الناس أمام التلفزيون وإذا بجمال تدخل الاستوديو تدخل البلاتو تدخل قاعة العرض مع التصوير
في سياق طرح التساؤلات والفرضيات، يعني ما هي المرحلة التي تعتقدون أنها أصبح فيها الإسلام اجتماعيا؟ في تونس مثلا ما بعد الغزوات كانت هناك ممالك، وكذلك في المغرب، ثم بعد ذلك جاءت